السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة وخاصة ببرنامج الحوار السياسي. هذه الحلقة تتناول تطورات العلاقات ما بين نواكشوط وباماكو على ضوء الأزمة التي تشهدها العلاقة الدبلوماسية بين البلدين. يسرني أن أستضيف من مدينة طنجة المغربية الأستاذ محفوظ السالك، وهو كاتب صحفي متخصص في الشأن الإفريقي. أهلا بك أستاذ محفوظ. مرحبا، أهلا وسهلا. كما يسرني أن أستضيف الأستاذ محمد أق إسماعيل، وهو باحث سياسي مالي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا الأستاذ محمد، معنا من العاصمة المالية باماكو. أستاذ محفوظ، هلا بدأت معك، يعني ما هي قراءتك لتطورات الأزمة الحاصلة الآن ما بين نواكشوط وباماكو؟ في الواقع الظاهر بأن ما يجري سببه هو أن مالي تقوم بعملية عسكرية ضد الجماعات المسلحة في مناطق قريبة من الحدود الموريتانية، وتقول بأن هذه المناطق لا يجب أن يكون فيها مدنيون وبأن الموريتانيين موجودون هناك. ولكن في الواقع أنا أعتبر أن هذا ليس هو الإشكال، لأن الموريتانيين موجودون في هذه المناطق منذ فترات بعيدة، حتى منذ أوج الصراع بين مالي الحكومة السلطة المركزية والجماعات المسلحة عام 2012، وحتى قبل ذلك كان هناك وجود للموريتانيين ولم يكن الإشكال مطروحا بالدرجة الأولى. ثم إن المنطقة الآن التي تشكل يعني نقطة لوجود الجماعات المسلحة هي غابة واغادو، وهذه قريبة فعلا من الحدود الموريتانية، ولكن وجود الموريتانيين ليس في هذه المنطقة. أنا أعتبر بأن ما تسوغه الحكومة المالية الرسمية من أن سبب توالي الاعتداء على الموريتانيين يعود إلى وجودهم في مناطق محظورة، أعتبره يعني سببا غير مقنع، وبأن المشكلة الحقيقية لا يتعلق بهذا، المشكلة الحقيقية يتعلق بأسباب أخرى. ربما باماكو تريد أن تضغط على موريتانيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأيضا باماكو تريد أن تجر نواكشوط إلى يعني ركبها وحلفها الجديد. وبالتالي منذ فترة نلحظ بشكل مباشر وغير مباشر بعض التصريحات من هنا وهناك تعتبر أن من لا يساير باماكو وغادوغو ونيامي في حلفهم الجديد يعتبرونه يعني تابعا لفرنسا، وبأنه لا يساير يعني الطموحات الجديدة في المنطقة بشأن القطيعة مع المستعمر السابق، ويعني شعارات من هذا القبيل. بالتالي أعتقد أن تسويغ أن وجود الموريتانيين في مناطق محظورة بأنه هو السبب في توالي الاعتداءات عليهم هذا غير مقنع وغير واقعي وغير ليس هو الواقع أيضا، لأننا لاحظنا أن حتى الجيش المالي وقوات فاغنر يعني تجاوزت الحدود الموريتانية، ويعني بعض الموريتانيين الذين قتلوا حتى في مناطق تكاد تكون موريتانية. بالتالي ليس المشكل هو هذا. ثم متى كان الموريتانيون يعني مسلحين أو يشتبه في أنهم مسلحين؟ المشكل مالي الآن مع الجماعات المسلحة ومع مسلحي الحركات الأزوادية، وهؤلاء موجودين إذا ما كان باستطاعة فعلا الجيش المالي أن يواجههم، ولكن أعتقد أن الإشكال أكبر من ذلك، وبأن الجيش المالي يعني هو منهك جراء أكثر من عقد من مواجهة الجماعات المسلحة التي لم يستطع السيطرة عليها. في 2012 استدعت مالي فرنسا، والآن طردت فرنسا واستدعت قوات فاغنر، حتى ثم إنها حينما أرادت يعني خاضت معركة ضد مسلحي الحركات الأزوادية في كيدال استعانت يعني مساعدات بوركينية ونيجيرية. نعم أستاذ محمد، استمعت إلى ما قاله زميل محفوظ وللسالك، وأن باماكو تسعى للضغط على نواكشوط من أجل أن تعتمد خياراتها وأجنداتها في المنطقة. يعني سؤالي هو، هل للتموقع مالي في الاصطفافها مع
مع موسكو. علاقة بهذا التوتر بين نواكشوط التي ما زالت تحافظ على حلفها مع فرنسا؟ ممكن، ولكن لا أعتقد بأن هذا هو السبب الأساسي. أعتقد بأن السبب الأساسي كما تفضلت به السلطات المالية وحتى الموريتانية بعض الشيء يتمثل في مشكلة الحدودية. لا ننسى بأن منطقة الحدود الشاسعة بين البلدين منطقة صحراوية في المقام الأول وكبيرة جدا، وأعتقد بأن الحكومة المالية ليست متواجدة بشكل كافي في هذه المنطقة، ولذلك يعني يكون من الصعب السيطرة على المناطق الحدودية من الناحيتين. ولذلك يعني فعلا أحيانا قد تحدث بعض الأمور التي قد تكون عن طريق الخطأ ولن تكون متعمدة. لا أعتقد بأن الجيش المالي أو مساعدين من روسيا يستهدفون المواطنين الموريتانيين أو أي مواطن مدني بدون أن يشتبه بطريقة ما أو بأخرى بالمطلوبين من داخل المال المتمثلين سواء من الجماعات الإرهابية أو من الحركات الأزوادية الانفصالية سابقا. أعتقد بأن ما حدث منذ 2022 أي يناير 2022 وكذلك هذه الحادثة الأخيرة يأتي في عدم القدرة على ضبط الحدود بشكل جيد بشكل يضمن عدم تسلل المتسلحين من هنا وهناك أي من مالي إلى موريتانيا وموريتانيا إلى مالي. هذا هو السبب الرئيسي. وطبعا هناك عوامل أخرى لا ننسى بأنها قد تكون موجودة متعلقة مثلا بالصراع الإيديولوجي والاستراتيجي الموجود في المنطقة، وهذا ليس فقط أن الحكومة المالية أو أن دول الساحل الثلاث التي تريد أن تكون لديها مكانة، ولكن أيضا حتى الدول الأخرى الحليفة مع الغرب أيضا هي بنفسها أيضا تريد أن تكون لها مكانة. فلذلك أعتقد بأن هناك أسباب بين الدولتين خاصة بطبيعة الحدود بين الدولتين، وهناك أمور أيضا تتعلق بالصراع الدولي في المنطقة بكل تأكيد لا يمكن أن ننكر ذلك. وفي هذه النقطة الأخيرة المتعلقة بالدور الغربي وكذلك الروسي في منطقة الساحل، هذا لا معروف للجميع. وأيضا هناك أنباء تشير بأن القوات الأمريكية الموجودة حاليا في النيجر أو التي بدأت تخرج من النيجر، هناك بعض الأنباء تشير بأنها قد تنتقل إلى موريتانيا، وكل هذه الأمور ممكن قد تزيل الطين بله. ولكن إذا نظرنا إلى إدارة التوتر، أنا لا أسميه أزمة أسميه توتر، إلى هذا التوتر بين البلدين، فنرى بأن كانت الإدارة حكيمة إلى حد كبير جدا، حيث صارعت الحكومة المالية من أجل الحفاظ على العلاقات الطبيعية والأخوية والتاريخية بين البلدين وكذلك المصالح المشتركة بين البلدين، إلى إرسال وزير الدفاع وزير الخارجية إلى نواكشوط من أجل الشرح وجهة النظر المالية ومن أجل مزيد من التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بإدارة المناطق الحدودية من أجل منع تسلل أي من الجماعات المطلوبة من قبل الحكومة المالية سواء داخل الأراضي المالية أو من ناحية حدود الأراضي الموريتانية. نعم وأيضا نعم الفكرة وصلت سأعود إليك أستاذ محمد، ولكن محفوظ أستاذ محفوظ استمعت إلى ما قاله الأستاذ محمد هو حول أن الحدود شاسعة، تأمينها من شبه مستحيل، هناك تسلل مسلحي الحركات الأزوادية والجماعات المسلحة الأخرى على الحدود ما بين البلدين. هل تتفق مع ما يقوله الأستاذ محمد؟ وهل الأوضاع مرشحة لمزيد من التوتر؟ هناك شيء في الواقع مما قاله صحيح، ولكن قبل ذلك أريد أن أصحح المعلومة التي قال بشأن أن القوات الأمريكية التي تستعد للانسحاب من النيجر ستتوجه إلى موريتانيا. هذا مصدره بالأساس موقع محلي نيجيري مغمور ولا أساس له، وحتى مصدر من السفارة الأمريكية في نواكشوط نفى الأمر بكل تأكيد. القوات الأمريكية التي يزيد عددها على 1000 جندي التي ستنسحب من النيجر ستتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى منطقة أخرى وإلى بلد آخر، لكن بالتأكيد ليس موريتانيا. فموريتانيا مستقرة منذ عام 2011 وليست بحاجة إلى الوجود الأجنبي فيها من أجل التصدي للجماعات المسلحة، وحتى في أوج تصديها للجماعات المسلحة لم تطلب نشر أي قوة أجنبية فيها. بالتالي هذه المعلومة غير دقيقة.
بطبيعة الحال هناك أيضا استعداد لانسحاب القوات الأمريكية أيضا من تشاد، وهذه ستتوجه إلى ألمانيا مؤقتا. على كل حال، فيما يتعلق بالمعطى المتعلق بالحدود، لا شك أننا نتحدث عن حدود شاسعة تربو على 2200 كيلومتر، وبأن ضبطها قد يكون صعب، ولكن الحل لا يكون بطبيعة الحال في قتل المدنيين. نحن نتحدث عن أشخاص يعني في الغالب هم رعاة أو منمون أو تجار، نتحدث عن حركة للبضائع والأشخاص في الاتجاهين، ويعني الأمر قائم منذ عقود، منذ فترات طويلة، حتى في أوج مواجهة مالي للجماعات المسلحة عام 2012 وسقوط بعض مدن الشمال بأيدي الجماعات المسلحة، ويعني كانت المعارك والحرب في أوجها، وكانت حركة المدنيين يعني أكثر يعني الصعوبة والاشتباه فيها أكثر واقعية وأكثر منطقية. لم تحصل هذه العمليات التي تحصل الآن. ضبط الحدود ينبغي أن يكون لدى مالي القدرة على ضبط حدودها، ينبغي أن تكون قادرة على فرض سيطرتها على ترابها. كل ما يجري على الأراضي المالية وليس على الأراضي الموريتانية، بالتالي ليس الإشكال يتعلق بموريتانيا ولا بالموريتانيين. أنا أعتقد أن ما يحصل تكرر بكثرة وبشكل متوالي ومتسارع منذ وصول مجموعة عناصر مجموعة فاغنر إلى مالي واستعانة الجيش المالي بهم بعد أن طرد الفرنسيين ولاحقا القوات الأممية من البلاد. وبالتالي أعتقد أنه حتى إذا يعني تم خروج الموريتانيين من مالي، لا أعتقد أن الإشكال سيحل ما لم تكن مالي قادرة على فرض سيطرتها على هذه الحدود، وأيضا تكون يعني توقف توالي هذه العمليات، لأن تسويغ أن موريتانيين يشتبه فيهم غير منطقي. نحن نتحدث عن أشخاص أعدموا بشكل متوالي جدا، نتحدث عن منمين، عن رعاة، عن تجار، بالتالي نعم. لا يمكن أن يشتبه فيهم على أنهم مسلحون أو غير ذلك. غابة واغادو يعني هي التي يوجد فيها هؤلاء، وإذا كان بقدرة الجيش المالي على مواجهة الجماعات المسلحة ومسلح الحركات الأزوادية فليذهب إلى هناك. وللإشارة، موريتانيا، الجيش الموريتاني كان قد يعني قد قتل 15 مسلحا في هذه الغابة عام 2011 من مسلحي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. بالتالي أنا أستبعد جدا تسويغ أن الموريتانيين يشتبه فيهم وبأنهم قتلوا لأن الجيش أو مجموعة فاغنر اشتبهت فيهم، هذا غير منطقي بالنسبة لي. نعم، يعني أستاذ محمد، مثل ما قال زميل محفوظ السالك من المغرب، أردت أذكر يعني أذكر لحظة لحظة حتى أطرح سؤال يا أخي الكريم. هو قال بأن أماكن تواجد وقواعد المسلحين الأزواديين، مسلح الحركات الأزوادية، معروف للحكومة وللاستخبارات المالية. أماكن تواجد مسلح القاعدة وداعش معروف أيضا لهؤلاء، لحكومتكم. يعني لماذا تحاولون يعني أن تلقوا اللوم على جيرانكم؟ تسعون للتأزيم مع موريتانيا، قبل فترة أيضا سعيتم للتأزيم مع علاقاتكم أيضا متأزمة مع الجزائر. لماذا لا تلملمون أثاث بيتكم بدلا من أن ترمون مشاكلكم على الجيران؟ أولا، قبل الرد على سؤالكم، أريد فقط أن أعلق على كلام الأخ الفاضل محفوظ فيما يتعلق بأن المشكلة الأمنية ضبط الحدود على مسؤولية مالي فقط. هذا طبعا لا أتفق معه في هذه النقطة، لأن ضبط الحدود لابد أن يكون بالتنسيق بين من الجانبين، لأن لا ننسى بأن هناك فعلا يعني بعض عناصر مسلحين خرجوا ودخلوا الأراضي الموريتانية. معنى ذلك أن من ناحية الموريتانية أيضا هناك بعض المشاكل الأمنية موجودة. وبالنسبة يعني أنت تريد أن تقول أن لموريتانيا قواعد للمسلحين الماليين؟ أنا أريد أن أقول بأن الحرس الحدودي الموريتاني لم يستطع أن يمنع من دخول عناصر مسلحة خرجت من أراضي المالية واتجهت إلى موريتانيا، لم يمنعهم الحرس الحدودي الموريتاني من الدخول.
بما أنه الجيش الموريتاني قبل أسبوعين أعلن أنه طرد مسلحا دخل الحدود الموريتانية قادما من مالي في منطقة بيكت الحواش. هذا معناه يدل على أن فعلا هناك بعض المسلحين يستطيع أن يطردوا، هناك بعض يخولون ولا يطردوا ولا يتمكن من طردهم، وهناك تصرف من الحكومة الموريتانية بطرد هؤلاء المسلحين. أخي الكريم، لا، علينا أن نفصل بين أمرين. إذا حاول أن نقارن بين موريتانيا ومالي في وضع الراهن فهذا ظلم لمالي أولا، لأن لا ننسى بأن مالي في أزمة منذ 2012 وهذا كل العالم يعرفه. ولذلك أقول بمجرد أن هناك عناصر، حتى الحرس الموريتاني اعترف بأن هناك بعض الأشخاص دخل الأراضي المدنية ثم طردها، ما هذا يؤكد بأن فعلا هناك أطراف قد تدخل ولا يراها الحرس الموريتاني. هذا فقط ما أريد أن أعلق عليه من هذه الناحية، أن حتى ناحية الحدود الموريتانية ليست منضبطة كما هو يشاع له ويشر حوله. بالنسبة لموضوع الأزمة في تأمين حدودكم، لو سمحت ممكن فقط أخلص الفكرة. بالنسبة لموضوع سؤالكم، نحن مالي لا بسعى لاختلاق الأزمات مع جانب، بالعكس إذا رأينا التصرف الحكومة المالية منذ أزمة 22 يناير 22 وكذلك الأخيرة، فهذا يدل على العكس أن ما لا تريد أي صلة ولا أي مواجهة مع موريتانيا، بل بالعكس هي أعلنت التضامن وأعلنت القيام بتحقيق فيما حدث، وأكدت بأنها حتى الآن ليس لديها أدلة مقنعة وواضحة أن فعلا هناك تم قتل مدنيين موريتانيين، ولكن لا تستبعد أن يكون هناك أمور حدثت بدون اسمها بدون ضمان أو بدون قصد. هذا قد يحدث، ولكن حتى الآن القانون يجري مجراه. فلذلك أنا لا أعتقد بأن مالي تسعى بطريقة أو بأخرى من افتعال مشكلة مع موريتانيا، لأن هذا أصلا ليس في مصلحة مالي. ومالي تعي جيدا بأنها لا يمكن أن تسيطر على ترابها الوطني كاملا بدون التعاون مع الجيران، هذا مؤكد جدا. ولكن في نفس الوقت لا ننسى، أنت أشرت إلى حالة الجزائر، لا ننسى بأن ما حدث بين مالي والجزائر الأسباب ذكرت رسميا في البيانات المختلفه الرسميه لمالي في هذا الشان. واعتقد بان السلطه الجزائريه بطريقه او باخرى هي ايضا لا تستطيع ان تنفي وجود يعني حركات وايمان بيكو الذين اصبحوا وفقا للقانون المالي وفقا للمعطيات الراهنه اليوم غير مرغوب فيهم، فاصبحوا الان يقومون متواجدين في الجزائر بكل اريحيه، فهذا طبعا لا يريح الحكومه الماليه. هنا لا أدافع الحكومة المالية، ولكن هنا أتكلم عن منطق العلاقات بين الدول. إذا ليس هناك أي نظام يريد أن يرى معارضيه في دولة أخرى يتم ترحب بهم على أنهم يعني شخصيات بارزة، ليس هناك أي نظام يقبل بذلك. والحكومة المالية أشارت ذلك، حتى علقت وقالت هل الجزائر تقبل بأن يتم استقبال الحركة البوليسية اسمها الحركة القبائل ماك في مالي؟ طبعا لا. وكذلك أعتقد بأن ما يحدث في موريتانيا أيضا له ارتباط بما بوجود قيادات من الحركات الأزواري أيضا في موريتانيا، ولكن الفرق بين موريتانيا والجزائر أن أن هؤلاء الماليين موجودون برغم أنهم مطلوبين من القضاء المالي، ولكن موجودين بدون أن يتم تقديم رسمي لهم كما حدث في الجزائر. فلذلك الوضعية والتعاطي بين المالي مع موريتانيا مختلف. لنقف أخي الكريم عند هذه النقطة ونسأل زميل محفوظ، استمعت ما قال إليه الأستاذ محمد من باماكو، هو أن أيضا موريتانيا تستضيف قادة الحركات الأزوادية وهو ما يشكل انزعاجا لمالي. هل تعتقد خلال هذا الطرح أن الأوضاع مؤهلة للتدهور مستقبلا بين موريتانيا ومالي؟ لا أعتقد ذلك. بطبيعة الحال هناك بعض الأزواديين في موريتانيا، وهؤلاء لهم امتداد يعني أسري وقبلي، وهم جزء من يعني هم موريتانيون في النهاية، بالتالي لا يمكن طردهم من بلادهم. أعتقد بأن الأمور لن تتدهور إذا أراد الطرفان بالفعل أن يركن إلى السلم، وأن تعود أيضا مالي إلى رشدها فيما يتعلق بما يقوم به الجيش والجماعات المسلحة. بالضرورة ليس قد لا يكون الجيش هو من يقوم بهذه العمليات، لأن هناك انفلاتا أمنيا كبيرا في عدة مدن بالشمال والوسط وفي بعض المناطق القريبة من الحدود الموريتانية، بالتالي لا يمكن تحميل الجيش كامل المسؤولية، ولكن
يمكن أن تكون مشتركة بينه وبين مساعديه الروس وأيضا الجماعات المسلحة الأخرى المختلفة الناشطة بالمنطقة. أنا حينما تحدثت عن مسألة ضبط الحدود أتحدث عن ما يجري على الأراضي المالية من قتل للموريتانيين. هؤلاء حينما يدخلون الأراضي المالية فمالي هي المسؤولة عن تأمينهم، وحينما يتعرضون للقتل فيعني هذا أن مالي غير قادرة على الأقل على تأمين هؤلاء إن لم يكن جيشها ضالع في عمليات القتل، لأنه حينما تكون هناك بعض العناصر من الجيش المالي ومن أيضا مجموعة فاغنر تجتاز الحدود الموريتانية دون التنسيق مع الجيش الموريتاني في هذا الإطار، فهذا يعني انتهاك كبير جدا للسيادة ولا يمكن القبول به. للتذكير في 2011 حينما لاحق الجيش الموريتاني بعض مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي نسق مع الجيش المالي ودخل غابة واغادو وقتل 15 من هؤلاء المسلحين. هذا ما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الجيشين والعلاقات بين الشعبين والعلاقات الرسمية أيضا بين البلدين. أعتقد بأن مالي منذ أن أجلت الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى ولاحقا علقت نشاط الأحزاب السياسية والحركات والمنظمات باتت تبحث عن مشجب جديد إقليميا من أجل أن تعلق عليه يعني هذا الأمر، وتدخل في إطار توتر وأزمات جديدة، وهذا يبقي المجلس العسكري لفترة أطول في يعني السلطة، لأن شعار السيادة بدأ ينفد ويتآكل حينما تم طرد الفرنسيين وتم استخدام الروس وتم طرد القوات الأممية وتم الخروج والانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس ثم لاحقا سيداو، يعني بدأت الأعذار تتآكل شيئا فشيئا، وبالتالي الدور الآن يأتي على توتير العلاقات مع الجيران، والسبب في النهاية هو البحث عن البقاء في السلطة لمدة أطول. هكذا أقرأ الأمور وهكذا أيضا هو الواقع. مالي تريد من الحوار السياسي الحالي أن تطيل أمد الفترة نعم، الانتقالية، وتريد للاتحاد الإفريقي أن يقبل بذلك، بالتالي تضغط على موريتانيا من هذا الفكرة السياق. الفكرة وصلت أستاذ محفوظ، أنتقل إلى محمد. محمد، استمعت ما قال إليه محفوظ، البحث أولاً عن البقاء في السلطة هو ما يدفع المجلس العسكري في باماكو إلى تأزيم العلاقات مع جيراني. أولا أنا لا أتفق معه أصلا بأن هناك نية وإرادة من باماكو لتهزيم علاقة مع نواكد، هذا ليس صحيحا، بدليل أن كل الإجراءات التي اتخذت من قبل السلطة المالية حتى الإعلام المالي منعت الحكومة المالية أو على الأقل قدمت نصائح لا يتم تناول هذا الموضوع إعلاميا في مالي، معنى ذلك أن هناك إرادة للتهجئة، هناك إرادة لاستمرار العلاقات، هناك إرادة لتوطيد العلاقات، وليس كما يقول الأخ مع كل احترامي له محفوظ. فبالنسبة لموريتانيا مالي تسعى قدر الإمكان لحسن الجوار والتنسيق في الحدود بدلا وليس تعزيم الأمور، هذا ما ليس له علاقة بالمشاكل الداخلية المالية، ولكن ما يتعلق بعلاقاتها مع موريتانيا أجزم لك بأن ما ليس لديها النية للتصعيد، بالعكس تماما هي تريد التهدئة، تريد الاستمرار في حسن المعاملة. وطبعا اتاكد اؤكد ايضا للشاهد المساعد المستمع والمشاهدين وللضيف الكريم بان ليس هناك سياسه ممنهجه للحكومه الماليه لاستهداف الموريتانيين، هناك المئات من الموريتانيين متواجدين في مالي سواء في الجنوب او في الوسط او حتى في الشمال، وليس مستهدفين. فاذا حدثت هناك بعض الامور عشرات حتى الان الالاف من الماليين مقيمون في موريتانيا كلاجئين منذ اكثر من طبعا 10 ليسوا سنوات مستهدفين، طبعا ليس مالي لا تتهم موريتانيا، بالعكس الان بعض الموريتانيين الذين يتهمون المالي كانها تريد تقوم بسياسه استهداف الموريتاني، وهذا ليس صحيحا، لا مالي لا تريد استهداف الموريتاني، ولكن ان حدث بعض التجاوزات وحتى الان غير مؤكده بشكل نهائي رسمي فهذا قد يكون عن طريق الخطأ وليس بقصد، فلا بد من التأكد على هذه النقطة. والنقطة الثانية فلا بد أن نتأكد أيضا بأن مالي تسعى للتهدئة مع موريتانيا وحسن الجوار، لأن المصالح المشتركة بين مالي وموريتانيا أكبر بكثير من أي شيء في المنطقة. يعني الحديث بلغة دبلوماسية رقيقة، هل تعتقد أستاذ محمد الحديث بلغة دبلوماسية رقيقة، هل تعتقد أنه سيجعل موريتانيا
تسكت عن قتل أبنائها في الجوار؟ أنا أعتقد بأن المصالح المشتركة بين البلدين والتنسيق الذي يحدث حاليا من حيث التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي قد يجعل الأمور تهدأ قليلا. لا أقول بأن موريتانيا ستسكت، ولكن موريتانيا قد تسلك طرق متعددة من أجل الحصول على المعلومة الصحيحة، وممكن مع تطور الأمور قد تحدث اتفاقيات بين البلدين تتجاوز الأزمة، لأن في النهاية الهدف الأساسي في كل ما جرى حاليا ألا يتكرر ما حدث. أعتقد هذا هو ما تسعى إليه موريتانيا، وأعتقد بأن في إذا حدث تنسيق مشترك بين الجيشين في المنطقة الحدودية وتنسيق أمني ومستخباراتي في هذه المنطقة لن يحدث أمر بهذا الشكل في المستقبل، وهذا أهم شيء. وبالنسبة إلى ما شرع لي ضيفكم بما يتعلق بدخول أراضي موريتانيا، لا ننسى بأن موريتانيا في 2010 الطائرات الحربية الموريتانية قتلت عناصر من نظام القاعدة في تمبوكتو، حتى بعض وسائل الإعلام والأحزاب السياسية آنذاك اتهمت الحكومة المالية بأنها كانت متواطئة وكانت فقدت سيادتها لصالح موريتانيا. إذن أعتقد بأن في 2014 الجيش الموريتاني لم يدخل مالي إلا بتنسيق مع نظيره المالي. التنسيق الذي حدث في واغادوغو حدث بعد عدة ساعات قبل العملية، وهناك في 2010 في يونيو 2010 حدثت هناك. المهم أن يحصل. نحن نتحدث الآن. نحن نتحدث الآن عن عدم تنسيق. أستاذ محفوظ. سأعود إليك الآن، ولكن دعه يكمل الفكرة. أكمل الفكرة باختصار حتى أعود إلى زميلك أستاذ محمد. طيب أنا أقول فقط بأن حدث ما حدث في واحد وغادوغو حدث التنسيق بعد عدة ساعات من بداية العملية، وفي تومبوكتو حدثت عملية في 2010 دون تنسيق، حتى الحزب السياسية قامت بمظاهرة في موقف ضد الحكومة المركزية في ذلك الشأن. وأعتقد في 2014 أثناء زيارة إبراهيم بكر كيتا إلى نواكشوط حدثت هناك اتفاقيات أمنية من أجل منع تسلل جميع المسلحين من هنا وهناك وإمكانية ملاحقتهم في نعم. من ناحيتين. فأعتقد بناء على ذلك قام ما حدث مؤخرا فيما يتعلق بدخول أراضي الموريتانية. يعني دخول أراضي الموريتانية كان بالتنسيق أستاذ محفوظ؟ تتفق مع هذا الطرح؟ أنتقل إلى الأستاذ محفوظ. لا، بطبيعة الحال ما حصل من اجتياز مؤخرا للحدود من طرف الجيش المالي والروس لم يتم بأي نوع من التنسيق، وهو يعني انتهاك للسيادة حصل من طرف الجيش المالي ومساعديه، وكان يعني كانت عملية مطاردة كما قالوا لبعض الأشخاص ودخلوا بعض القرى الموريتانية، ولكن لم يكن هناك أي نوع من التنسيق. أعتقد بأن يعني ما يجمع البلدين بالفعل أكثر مما يفرقهما، وبأن العلاقات يعني وطيدة تاريخيا جغرافيا شعبيا رسميا، وبالتالي أيضا حتى ليس من مصلحة مالي تأزيم العلاقات مع موريتانيا في هذا الوقت بالذات. موريتانيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، موريتانيا تتضامن مع جيرانها أوقات الأزمات والمحن. في 2012 حينما سقطت بعض مدن الشمال المالي بأيدي الجماعات المسلحة واستنجدت باماكو بباريس من أجل مواجهة هذه الجماعات، ظلت الحدود مفتوحة أمام الماليين يتدفقون بشكل شبه يومي إلى الأراضي الموريتانية كلاجئين، ونتحدث عن عشرات الآلاف من هؤلاء في مبرة بالشرق الموريتاني. حينما يعني فرض حصار يعني على مالي من طرف سيدياو يعني فتحت موريتانيا ميناءها. نعود إلى الواقع قليلا. يعني أستاذ محفوظ، هل اختفى صوت العقل عند الطرفين بسبب أطراف ثالثة أو رابعة؟ لا أعتقد الطرفين، نحن نتحدث عن طرف واحد. موريتانيا لم تقتل أي مالي، لم يقتل أي ماليين على الأراضي الموريتانية، لا في شرقها ولا غربها ولا شمالها ولا جنوبها من طرف أي كان. بالتالي هؤلاء يعيشون في أمن وأمان في مختلف ربوع البلاد كلاجئين، سواء في الشرق أو في نواكشوط أو غيرها من المدن الأخرى. نحن نتحدث عن قتل للموريتانيين في الأراضي المالية، بالتالي هناك طرف واحد فقط. موريتانيا حكمت صوت العقل والضمير وانتهجت أطرا دبلوماسية سلمية، ولكنها أيضا يعني لا يعني ذلك أنها تفتقد لأطر أو وسائل أخرى.
إنما يعني حسن الجوار ويعني أخذها في الاعتبار ما تتعرض له مالي من تدهور للأوضاع على مختلف الأصعدة جعلها تنحو هذا المنحى، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن تتمادى مالي في هذه الأعمال وأن يكون هناك صمت موريتاني تابعنا استدعاء للسفير تابعنا إفادا لوزير الدفاع إلى باماكو وأيضا تابعنا نعم. حتى تصريحا نعم. لشخصية أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية قالت بأن موريتانيا بعثت بأدلة إلى مالي بشأن مقتل الموريتانيين. الفكرة وصلت أستاذ محفوظ. أنتقل إليك أستاذ محمد كسؤال أخير لأختم بك، وهو نفس السؤال الذي طرحته على زميلك محفوظ، عفوا أستاذ محمد. هل اختفى صوت العقل عند الطرفين عند نواكشوط وباماكو لصالح طرف ثالث إقليمي أو من القوى العظمى التي تتصارع على المنطقة؟ أعتقد بأن صوت العقل ما زال موجودا، والدليل كل هذه الإجراءات التي حدثت مؤخرا من أجل التهدئة من أجل الموضوع قدما نحو التنسيق الأمني بين الجانبين على الرغم من كل ما حدث، والتحقيق الذي فتح في مالي من أجل الحصول على المعلومة حتى الآن أؤكد بأن باماكو لم تعترف رسميا بما حدث بأنه بقتل الموريتانيين رغم كل ما قيل. وفي نفس الوقت أيضا أؤكد وأقول بأن مالي لا تستهدف الموريتاني، هناك الموريتانيين يعيشون في مالي في جميع تراب الوطن المالي في التجارة وغير ذلك وليسوا مستهدفين. إذا حدثت بعض التجاوزات أحيانا فالقانون سيجري مجرى ونصل إلى الحقيقة، ومن ثم تستمر علاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه وإلى أحسن ما كانت عليه في صدد التنسيق بين البلدين. فيما يتعلق بالجانب الآخر أو أكيد هناك فاعلين دوليين في المنطقة، هناك تنافس على الساحل بين الغرب وبين روسيا، وأيضا من المعروف بأن مالي طبعا أصبحت حليفا استراتيجيا لروسيا في المنطقة، وموريتانيا لا تزال حليفا استراتيجيا للغرب. فمن الطبيعي أحيانا أن بعض الأطراف قد تلعب، لا أقول بأن حدث الآن ولكن قد يحدث. لذلك حتى الآن الحمد لله منطقة العقل هو المستمر، ونتمنى أن يستمر منطقة العقل إلى ما تحل الأزمة المالية. إذا انتهت الأزمة المالية فالعلاقات بين البلدين ستكون طبيعية أكثر مما كانت عليه. يعني لا ننسى بأن مشكلة الشمال مالي هي بطريقة بأخرى توسع البلدين، ولا يمكن حلها أيضا بدون تنسيق وتعاون بين مالي وموريتانيا. الأيام القادمة كفيلة بأن تعطينا الجواب على الأسئلة التي طرحناها والتي ضايقنا الوقت على عدم طرحها. لم يبقى لي متابعي الكرام إلا أن أشكر ضيفي الكريمين من طنجة المغربية الأستاذ محفوظ للسالك الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإفريقي، شكرا جزيلا لك. شكرا. وأشكر الأستاذ والباحث السياسي المالي كان معي من باماكو محمد أق إسماعيل، شكرا جزيلا لكم. والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.